السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الثالثة، أرحب بكم في المختبر السادس من مادة الـ PLC. في هذا المختبر إن شاء الله سنتطرق إلى Industrial Application، واسع الاستخدام اللي هو الـ Automatic Mixing داخل الخزانات. طبعا هذا التطبيق مستخدم بكثرة في معامل الأدوية ومعامل البتروكيماويات. الفكرة من هذا التطبيق أنه يوجد لدينا Material A يدخل من هذا البايب، وماتيريال آخر يدخل من البايب الثاني، يمزج هذا الخليط لفترة من الزمن، وبعد ذلك يصرف المنتوج النهائي عن طريق هذا البايب الثالث. فالمطلوب في هذا المختبر هو تصميم برنامج باستخدام الـ PLC، وبالتحديد استخدام Ladder Logic Programming Language حتى نصمم منظومة تحكم بهذا الميكسينج تانك. المنظومة راح تمتلك Start Push Button كالعادة، Stop Push Button حتى نوقف في حال انتهاء العمل أو في حال وجود emergency، وأيضا indicator أو lid اللي هو cycle يوضح أنه the process in progress، أنه أكو عملية mixing. تمام. ال control element اللي موجودة عندي هي ثلاثة. ال inlet valve الأول اللي هو عادة normally closed، أي مغلق في الوضع الطبيعي، عندما نعطي إشارة راح يفتح، هذا يتحكم لي بدخول الماتيريال A. عندي الـ Inlet Valve 2 اللي هو أيضا يكون Normally Closed، لما أنطي سيجنال راح يفتح ويتحكم بدخول الماتيريال B. وعندي الـ Agitator Motor اللي هو هذا الماتور مع هذه البليد اللي يعمل ميكسينج للماتيريال داخل هذا الخزان. طبعا كمية المواد المضافة أكيد ما عشوائية، ولذلك نحتاج مجموعة من الليفل سنسر حتى أحدد ارتفاع كل ماتيريال. لذلك عندي ليفل ماتيريال A هو ليفل سنسر ينطيني إشارة أو لوجيك هاي عندما يصل الليفل إلى هذه النقطة. أيضا عندي ليفل ماتيريال B هو level sensor يعطيني إشارة أو logic 1 عندما يصل level إلى هذه النقطة. وأيضا في مرحلة التفريغ عندي low level switch أو low level sensor ينطيني إشارة 1 لما ينزل level عن هذا المستوى. تمام. الـ control element هي 4: الـ inlet valve 1، inlet valve 2، الـ outlet valve والماتور. السنسرز اللي موجودة عندي هي ثلاثة: الليفل سويتش A، الليفل سويتش B، واللو ليفل سويتش. والمطلوب هو تصميم برنامج يعمل بالسيكونس التالي: أولا إضافة الماتيريال A إلى حد هذا الليفل، بعد ذلك من يصل الليفل A إلى هذا المستوى نغلق هذا الفالف ونفتح هذا الفالف، ويتم إضافة الليفل B، العفو الماتيريال B. عندما يصل الماتيريال B إلى هذا المستوى راح نغلق هذا الفالف، نشغل الماتور لمدة 5 ثواني للميكسينج، بعد ذلك يطفأ الماتور ويفتح هذا الأوتلت فالف مباشرة إلى حد ما يصل الليفل إلى لو ليفل سويتش، بعد ذلك يغلق هذا الفالف وتعاد العملية من جديد. طبعا هذا الكلام كله ذكرناه قبل شوية. قبل ما أبرمج أي مشكلة موجودة عندي أحتاج أعمل ليست للـ Input Output، المتغيرات الموجودة عندي بالسؤال. فالـ List of Inputs اللي موجودة عندي أو Digital Input، عندي الـ Start Push Button، عندي الـ Stop Push Button، عندي low level switch اللي شفناه في قعر الخزان، عندي level material A input switch، وعندي level material input، وهذه راح نسميها بالتسلسل من الـ I1 إلى الـ I5.
ايضا الديجيتال اوتبوتس اللي موجوده عندي، الاول هو سايكل اون وراح نعطي رمز او راح نربطه على التيرمينال كيو 1، الانلت فالف 1 راح نربطه على التيرمينال كيو 2، الانلت فالف 2 راح يكون عند الكيو 3، الماتور عند الكيو 4، والاوتلت فالف راح يكون عند الكيو 5. طبعا البزر ما راح نربطه في هذه الدائره فهو مضاف هنا ولكن ما راح نستخدمها بالبرمجه. حتى نبرمج اول شغله نعملها كالعاده انه نروح الى الاديت والانبوت اوتبوت نيم ونسمي كل هذه الفاريبلز، فالستارت عند الاي 1، الستوب عند الاي 2، ليفل اللو ليفل عند الاي 3، ليفل اي عند الاي 4، والليفل بي عند الاي 5، وكذلك الحال بالنسبه للاوتبوت فاريبلز نفس الطريقه اللي سميناها داخل الدوكيومنت مالتنا، من السايكل اون عند الكيو 1 الى حد الاوتلت فالف عند الكيو 5. تمام، فراح اسمي كل هذه المتغيرات وبعد ذلك راح اعمل دراج اند دروب وابرمج باستخدام اللادر لوجيك. نعم، راح ابدي بالتصميم واخلي الديزاين او صورة الديزاين على صفحة حتى دائما ارجع لها واشوف شنو المطلوب. بالبداية احتاج اعمل دائرة start stop وindicator للسايكل on. طبعا هذه الدائرة تقريبا مكررة وثابتة لكل الابليكيشن اللي احنا نبرمجها باستخدام اللادر لوجيك. الستارت ستوب عبارة عن بوش بوتون، الاي 1 هو stop و normally open، ال stop عبارة عن normally closed contact، وأحتاج إنه أحصل على relay coil Q1 اللي هو cycle on. مثل ما نعرف انه الستارت عادة يكون بوش بوتون وايضا الستوب عبارة عن بوش بوتون، لذلك راح احتاج نوع من اللاج حتى لما اضغط ال اي 1 او الستارت تبقى هذه الدائرة شغالة لحد ما الستوب يكون اكتف، فاحتاج لاج سيركت لنفس الكويل اللي موجود عندي اللي هو الـ Q1 relay coil للcycle on، وبالتالي بهذه الطريقة قد ما راح يكون الستارت on والستوب غير مفعل فهو normally closed، فراح أحصل power عند الـ Q1. عندما يكون الـ Q1 مغلق هذا السويتش راح يغلق وبالتالي الباور راح يمر بهذا المسار حتى لو الـ I1 كان مفتوح، فالباور راح يجهز لي بهذه الدائرة. متى ما فعل الستوب بوش بوتون في هذه الحالة سيفتح الباور وبالتالي الكيو 1 راح يكون اوف والانديكيتر هذا اللي موجود عندي راح يطفي ايضا. الان احتاج ابدي البروسيس، فبداية البروسيس هو اضافة الماتيريال اي، فراح نضيف الماتيريال اي الى حد ما نصل للليفل ماتيريال سويتش اي، فراح افتح هذا الفالف اللي هو كيو 2 لحد ما هذا الليفل سويتش ينطيني لوجيك 1. فايضا راح اقول متى ما كانت السايكل اون اللي هي كيو 1 متى ما كانت الدائره شغاله و السويتش اي او الليفل اي اكتف لو، اي انه الماتيريال ما وصلت لهذا الليفل، متى ما كانت الدائرة شغالة والماتيريال لم تصل الى الليفل اي، لان تذكر من يصل الماتيريال اي الى هذا الليفل هذا السويتش راح ينطيني لوجيك 1،
فبالحالة الاعتيادية راح ينطي لوجيك زيرو، فهذا راح يبقى نورمالي كلوز. متى ما وصل الليفل إلى هذا الحد راح يفتح، فبالتالي راح أفعل الريلي كويل اللي هو Q2، وراح أفتح الانبوت فالف Q2 تمام اللي هو الانلت فالف الأول. بنفس الطريقة راح أكرر العملية، ولكن متى ما كانت السايكل اون، متى ما كانت السايكل اون اي انه الستارت بوش بتون فعاله، والماتيريال اي لوجيك 1 راح ابدي اضيف الماتيريال بي. نقطه مهمه انه الماتيريال بي ما نبدي اضافته من بدايه التشغيل، لا راح انتظر انه الماتيريال اي يوصل لهذه النقطه وبعد ذلك راح اضيف الماتيريال بي. فهنا راح استخدم الليفل سويتش اي ولكن نورمالي اوبن وليس نورمالي كلوز. فمتى ما كانت السايكل اون والليفل اي اكتف هاي، اي معناه انه الماتيريال اي وصل الى هذا الحد، ايش راح اسوي؟ راح اشغل الانبوت فالف 2. الى اي حد راح اشغل هذا الانبوت فالف؟ الى الحد اللي يصل به الماتيريال الى الليفل بي. فبهذه الطريقه متى ما كانت السايكل اون الماتيريال اي واصل هذه النقطه والماتيريال بي بعد ما وصل الى هذا الحد، راح افتح هذا الانلت فالف 2 الى الحد اللي تصل به الماتيريال الى هذا المستوى، هذا السويتش راح يجي لوجيك 1 راح يفتح وبالتالي يغلق هذا الفالف. الان بعد ما وصل الماتيريال اي الى الليفل المطلوب واغلق الفالف الاول، وصل الماتيريال بي الى الليفل المطلوب واغلق الفالف الثاني، احتاج اشغل هذا الموتور حتى اعمل ميكسينج للخليط لمدة 5 ثواني. فنفس الطريقة راح أقول أنه متى ما كانت السايكل اون والماتيريال وصل عند النقطة بي، راح أجي نحتاج ليفل بي. ومتى ما كان الماتيريال واصل عند الليفل بي راح اشغل الماطور لمدة 5 ثواني. فبما انه عندي وقت احتاج تايمر، وهذا التايمر راح اسيته عند 5 ثواني. اوكي، فهذا التايمر هو اون ديلي تايمر، راح من يجي له تريجر عند هذه النقطة راح يعد 5 ثواني وبعد ذلك يغلق أو يفتح هذا الكونتاكت اللي خاص بالتايمر اللي هو الكونتاكت T01. فاللي راح نحتاجه هو بريك كونتاكت للT01 نعم، وأجي أربط على الريلي كويل اللي هو الQ4. بهذه الطريقة متى ما كانت السايكل اون والليفل بي واصل الى الحد السنسر بي، فهذا راح يكون ايضا كلوز. التايمر بعد ما تفعل، لان التايمر يتفعل بعد 5 ثواني، فهذا راح يكون مغلق، فالموتور راح يشتغل. بعد 5 ثواني التايمر راح يفتح، فبالتالي الموتور راح يطفي. فهذه الطريقة راح احصل على اون للموتور لمدة 5 ثواني وبعدها يكون مطفي. اعيد، الكيو 1 راح يكون كلوز لان السايكل اون، ليفل بي الماتيريال بي وصل الى الحد المطلوب فهذا راح يكون كلوز، هذا التايمر بعد ما تفعل فراح يبقى نورمالي كلوز، راح الموتور يشتغل. بعد 5 ثواني هذا التايمر راح يتفعل فهذا الكونتاكت راح يفتح فالموتور راح يطفي. المرحلة الاخيرة الموجودة عندي هي بعد ما أكمل عملية الميكسينج راح أفتح هذا
الاوتلت فالف اللي هو الكيو 5. فايضا احتاج انه تكون السايكل اون، احتاج انه تكون السايكل اون والتايمر تي 1 يغلق. طبعا بعد 5 ثواني هذا راح يفتح، هذا راح يغلق، فمن يغلق هذا راح افتح الاوتلت فالف. السؤال هنا، هل راح يبقى الاوتلت فالف مفتوح الى ما لا نهاية؟ الجواب اكيد لا. ليش؟ لان انا احتاج انه يكون الاوتلت فالف مفتوح الى ان يصل الليفل الى حد هذا اللو ليفل سويتش وبالتالي يطفي. فاحتاج ايضا بريك كونتاكت للو ليفل. بهذه الطريقة راح يكون عندي السايكل اون فهذا سويتش مغلق، التايمر راح يكون مغلق لان بعد انتهاء المطار لمدة 5 ثواني راح يغلق هذا التايمر، الليفل سويتش بعد ما وصل مرحلة اللو فبالتالي راح يكون نورمالي كلوز، شو وقت ما يصل لو ليفل راح ينطيني لوجيك 1 ويفتح هذا السويتش، فبالتالي الاوتلت فالف راح يكون مفتوح الى حد ما اصل اللو ليفل. نعم، لحد هذه النقطة الديزاين مبدئيا كامل كتصميم اولي. مستحيل اي بروغرامر يقدر يحصل الديزاين النهائي للبرنامج المطلوب من اول محاولة. راح تشوف انه تقدر تحاول اكثر من مرة تصحح بعض الاخطاء اللي فاتتك اثناء البرمجة، بعد ما تنفذ راح تكتشفها. لهذا السبب السيميوليشن وجد، انه يخليك تجرب اكثر من طريقة للبرمجة قبل ما تصل للمرحلة النهائية. فاحنا للوهلة الاولى هذا البرنامج يبين انه شغال وما بي اي مشكلة، لذلك راح نضغط على F3 او السيميوليشن وراح نجري اختبار وراح نشوف هل فعلا هذا البرنامج راح يشتغل بالطريقة او الاسلوب اللي احنا توقعنا انه يشتغل به. فبداية الستارت بوش بتون غير مضغوط، الستوب بوش بتون غير مضغوط، الخزان فارغ، فبالتالي اللو ليفل سويتش لازم يكون لوجيك 1 تمام. وهذا اللو ليفل سويتش لما يكون الخزان فارغ هذا ينطيني لوجيك 1، الليفل ما وصل اي فهو لوجيك 0 ولا وصل بي فايضا i5 لوجيك 0 تمام. عد هذه النقطة لما اضغط على الاي 1 مباشرة الكيو 1 اللي هو سايكل اون تفعل عندي وهذا الجلوب اون، وايضا بنفس الطريقة الكيو 1 عفوا الانلت فالف كيو 2 ايضا صار عندي لوجيك 1. فالماتيريال اي بهذه الحالة سيضاف الى الخزان بشكل تدريجي وراح يصعد عندي هذا الليفل، وهذا السويتش راح يتفعل راح يتحول من لوجيك 1 الى لوجيك 0 تمام. بعد ذلك سيستمر الليفل بالصعود الى ان يصل هذه النقطة، الليفل اي راح يكون عندي اللي هو الاي 4 راح ينطيني لوجيك 1. فنلاحظ مباشرة بعد ما اعطاني الليفل اي قيمة 1 الانلت فالف 1 غلق اللي هو هذا اللي يتحكم بالماتيريال اي، و الانلت فالف 2 اللي هو الكيو 3 اللي يتحكم بالماتيريال بي انفتح، فبالتالي راح يضاف الماتيريال بي الى حد ما اصل وين؟ اصل للليفل البي. متى ما الليفل بي راح يكون شغال فمباشرة سيغلق هذا الفالف ويشتغل الماطور لخمس ثواني، بعد 5 ثواني راح يطفي الماطور ويفتح الاوتلت فالف ويبدأ السيستم بالتفريغ. لحد الآن ما عندنا أي مشكلة بهذا البرنامج، ولكن راح نلاحظ الآتي. بعد ما بدأ السيستم بالتفريغ وهذا الاوتلت فالف فتح اللي هو Q5 راح يتناقص هذا الليفل تدريجيا تمام.
لأن هذا الفالف مسدود وهذا الفالف مسدود، والخزين اللي موجود بالتانك راح يبدي ينزل بشكل تدريجي. لذلك أول ما الليفل سويتش بي راح ينزل، لاحظ لي الآتي: مباشرة الـ Q5 الـ Outlet Valve انغلق، وأنا هذا الشيء ما أريده، أنا أريد الليفل يفرغ من هذا الخزان ويصل إلى هذا المستوى، وبعد ذلك هذا الفالف يغلق اللي هو الـ Outlet Valve، الفالف الخارجي. السبب نلاحظ أنه هذا الليفل سويتش بي من طفى طفى مع التايمر، وبالتالي انقطع الباور عن هذا الجزء او الاوتليت فالف اللي Q5، فاحتاج دائرة لاتش على هذه على هذا الرنج او على هذه النتورك. هذه المشكلة الاولى. المشكلة الثانية اللي ظهرت لنا ايضا انه مجرد ما الليفل بي انخفض مباشرة الQ3 انفتح مرة اخرى اللي هو الانليت فالف، والماتيريال بي بدأ يجهز مرة اخرى الى السيستم، وهذا الشيء ايضا مو صحيح ونحتاج انه نتجاوزه. بعد ما ينزل الليفل مرة اخرى نلاحظ انه الQ2 ايضا بدأ ينفتح مرة اخرى، وهذا الشيء غير صحيح. تمام، فعندنا اكثر مشكلة اكثر من مشكلة بهذا البرنامج. المشكلة الاولى انه احتاج دائرة لاتش تبقي لي هذا الفالف مفتوح لحد ما اصل الى اللو ليفل، فاللاتش ممكن احصله بنفس الطريقة اللي هو الQ5، متى ما كان الQ5 شغال فبقي شغال عن طريق هذا الخط مال باور، وحتى لو فتح هذا التايمر راح يبقى شغال الى ان يصل الى اللو ليفل. فهذه المشكلة الاولى تجاوزناها بدائرة لاتش بكونتاكت Q5 للأوتليت فالف، متى ما جهز بالباور هذا راح يكون انرجايز، هذا الكونتاكت راح يغلق وراح يبقى مغلق حتى لو فتح هذا الجزء، راح يجهز الباور من هذا النيتورك او هذا الباث الى ان يصل لو ليفل، هذا راح يفتح هذا يفتح وايضا هذا يفتح ويغلق هذا الفالف. تمام، هذه المشكلة الاولى. المشكلة الثانية اللي احتاج اتجاوزها هي قد ما يكون الاوتلت فالف مفتوح لازم دائما احافظ على الانلت فالف 2 لازم يكون مغلق والانلت فالف 1 يكون مغلق. فاكو اكثر من طريقة حتى نحل هذه المشكلة. الافضل انه والاسهل طريقة انه استخدم normally closed contact خاص بهذا الاوتلت فالف. فلما راح اجيب Q5 هنا ايش راح اضمن؟ راح اضمن متى ما كان الQ5 energized هذا راح يكون مفتوح فما راح يشتغل. تمام، ومتى ما كان هذا مغلق هذا راح يشتغل. بنفس الطريقة اعيد مرة اخرى، احتاج ايضا انه الانلت فالف 2 ما راح يكون مفتوح، راح اعمل كوبي بيست لهذا الفالف واضيفه في هذه النقطة، وبالتالي اذا كان هذا انرجايزد او لوجيك 1 هذا راح يكون اوبن، هذا راح يكون اوبن، فراح اضمن انه هذا الQ2 ما يكون انرجايزد ما ينفتح، وهذا الQ3 ايضا ما ينفتح. هذه طريقة للحل. طبعا اكو اكثر من طريقة ولكن هذه اسهل وابسط طريقة. نجي نعمل سيميوليشن مرة اخرى. بالبداية الخزان يكون فارغ، فبالتالي اللو ليفل ليميت سويتش اللي هو هذا راح يكون اكتف هاي، وينطيني انديكيشن انه الليفل قليل بالتانك، فراح اجي انطي ستارت فراح يتفعل عندي ال cycle on، هذا ال LED راح يكون شغال معناها انه cycle بدأت، وايضا هذا ال inlet valve واحد اللي هو Q2 راح يفتح ويسمح بتدفق الماتيريال اي الى داخل الخزان. تمام، بعد ما تدفق الماتيريال اي هذا الليفل سويتش اللو ليفل راح يروح وراح يرجع اكتف لو. ليش؟ لان الماتيريال اي غطته. بعد ذلك
الماتيريال راح يصل الى هذا المستوى تمام اللي هو عند هذا الليفل سويتش. ف الليفل سويتش اي 4 او ليفل سويتش اي ايضا راح يكون هاي، فراح يغلق هذا الفالف ويفتح الماتيريال بي، راح يضاف الماتيريال بي لفتره من الزمن، بعد ذلك راح يصل الى الليفل سويتش وايضا راح يكون اكتف. من يكون اكتف مباشره بعدها راح يشتغل الماطور 5 ثواني ويطفي، وبعد ذلك يفتح الاوتلت فالف هذا الفالف وهذا الفالف وتفرغ الماتيريال من هذا الخزان. نلاحظ انه من يفرغ الماتيريال من هذا الخزان الليفل بي راح ينخفض، ولكن الفالف كيو 4 ما فتح ولا الاوتلت فالف طفى، ونشوف انه الباور مجهز من هذا الرانك مثل ما ذكرنا. بعد ذلك الليفل ماتيريال اي ايضا يرجع له، ولكن يبقى الخزان الاوتلت فالف مفتوح حتى لو وصل الماتيريال عند هذه النقطة. متى يغلق هذا الفالف؟ متى ما وصل الى اللو ليفل راح يغلق هذا الفالف وتعاد السايكل من جديد. طبعا هذه احدى الطرق، تقدرون انتم تفكرون بطريقة اخرى مثلا لعمل هذا الانترلوك بين عملية الملء والتفريغ. كيف اخلي عند الملء هذا الفالف دائما اضمن انه مغلق، عند التفريغ دائما اضمن هذا الفالف مغلق وهذا الفالف ايضا مغلق. طبعا هذه الطريقة باستخدام اللادر لوجيك صممنا برنامج للميكسينج تانك، ومثل ما ذكرت هذا الابليكيشن موجود بكثرة في مصانع البتروكيماويات، في معامل الأدوية غالبا ما يكون نفس هذا البرنامج، فما يضاف، ممكن يضاف ماتيريال آخر فأنت تحتاج تضيف نيتورك وحدة، ولكن المبدأ واحد هو السيكوينشال بروغرامينج، إنه أبرمج كل نيتورك أو كل رانك، كل سلم من سلم من سلالم هذا اللادر يعتمد على السلم القبله وهكذا، فبالتالي قدرت أصمم سيكوينشال بروسيس باستخدام اللادر لوجيك بالـ PLC. إلى هذا الحد ينتهي اللاب 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.